ولادنا دول وزنات ربنا بعتهم لنا علشان نعيش وياهم ونكسبهم، ولازم كل ابن له طريقة في التربية. مفيش واحد زي التاني، مفيش بنت زي التانية، مفيش الكبير زي الصغير، مش زي ما ربيت ده هربي ده، كل واحد له طريق. وأنا أتذكر عالم في التربية كان عنده 5 أبناء، وقف يعطي محاضرة في التربية وقال لقد ربيت 5 أبناء، أو بالأحرى لقد رباني 5 أبناء. فيعني هو اعتبر أن 5 كل واحد له طريقة وله شكل وله أسلوب.